اهلا بالبطاطا. طيب الحقيقية هي اللي على اليسار، اللي على اليسار حقيقية يا جماعة، لا صار حقيقي صح. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم، وين الشكل الحقيقي؟ السلام عليكم يا جماعة، وعدنا اليكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. تحدي اليوم بده تركيز كتير يا جماعة، تركيز ليفل ماكس، ليفل عالي. حنشوف اكل واشياء وبدنا نعرف وين الشكل الحقيقي. في واحدة منهم مزيفة. قبل ما نبدأ يا جماعة ما تنسوا، ايوه اكبسوا لايك، وباقي عدد قليل ونوصل 1,300,000. فاللي مش مشترك يشترك بالقناة، واللي مشترك يفعل جرس التنبيهات. جد يا جماعة فعلوا الجرس عشان لما انا انزل فيديو على طول تشوفوه. ومن دون ما نطول يلا نبلش، هيا بنا. طيب اول شيء قالولنا البيض، وين الحقيقية وين المرسومة؟ انا يا جماعة حاسس انه الحقيقية هي اللي على اليمين، انا هيك حاسس يعني مبينة اليمين عم تلمع اكتر واليسار. ايوه اجابة صحيحة، اول سؤال جاوبنا عليه صح. ان شاء الله تكون الاسئلة سهلة زي ما كان هذا السؤال سهل. ها ان شاء الله انتم جاوبتوا غلط. لا والله ركزوا ركزوا يا جماعة ركزوا، اللي جاوب غلط يركز. طيب شوفوا شوفوا انا عم يفرجونا كيف رسموا، والله انه فنانين جد فنانين، يعني الصورة طبق الاصل. نعم يا سلام صحتين. طيب عنا هون مبيني، والله مبين يا جماعة اللي على اليسار، اللي على اليسار هي التفاحة الحقيقية. اوه حلو 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 حلو، اول سؤالين كانوا سهلين، ان شاء الله يستمروا على هذا النظام ويضلوا سهلين ما يصيروا صعبين. اوكي المهم حلو، التفاح مفيد يا جماعة، التفاح من اهم الاطعمة. نعم اوكي اف سي هذا مضر يا جماعة. طيب الصراحة اللي على اليمين هو الحقيقي، اللي على اليمين لا اللي على اليسار. طيب اول سؤال جاوبنا عليه غلط مش مشكلة، بس والله انه فنانين كيف عملوها، كيف عملوها يا جماعة؟ والله انه فنانين رسموا 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 الدجاج كأنه دجاج حقيقي، والله جد فنانين غريب مرت علي يا اخي والله. انا كي اف سي مضر، كي اف سي اوه عندنا هون الكوكيز. طيب اللي على اليمين هي الحقيقية، اللي على اليمين حقيقية، اللي على اليمين، اللي على اليمين حقيقية، اللي على اليمين مستحيل. شو ما فهمت؟ صح صح يا جماعة صح، اجابتي صحيحة ولا صح؟ اجابتي صحيحة يا جماعة. نعم الثانية رسمة، سبحان الله والله اللي بيرسم هاي الرسمات بكون يعني فنان، رسم فنان فنان جد فنان. طيب هذا الحصان، خلينا نركز يا جماعة، اتوقع انه الحقيقي هو اللي على اليمين، اللي على اليمين حقيقي، اللي على اليمين حقيقي صح؟ يا اخي مبين يعني، انتوا لو بس عيونكم فتحتوها، انا عندي على الكمبيوتر مبين شاشة كبيرة، فعشان هيك انا يعني صراحة في ما في عدل بالموضوع، انتوا عم تشوفوني اغلبكم من التلفونات، انا عم بتطلع من الكمبيوتر، فانا المفروض اجاوب صح يعني اكثر منكم صح يعني. اوكي بس انه اجابة صحيحة، اجابة صحيحة. اهلا بالبطاطا. طيب الحقيقية هي اللي على اليسار، اللي على اليسار حقيقية يا جماعة، لا صار حقيقي صح صح يا رب. يا اخي والله مبينه يعني، هي مبينه يا جماعه. انا ليش قلت هيك؟ لانه اللي على اليسار البطاطا مبينه يعني صفرة، اما اللي على اليمين فيها اسود وكذا، ففيها شيء يعني، ما حسيت انه رسمه مبينه رسمه. نعم والله شيء جميل. طبعا البطاطا مضره فيها زيوت كمان يا جماعه، يعني غير لا انصح في اكلها يعني، بس انه هي مشهيه. طيب شو في هون؟ بيتزا. طيب وين البيتزا الحقيقية؟ اللي على اليمين مبينة، اللي على اليمين حقيقية صح؟ صح صح صح، والله اني فنان والله صراحة صراحة بالحظ يا جماعة، اقسم بالله انه هاي الرسمة انا مش عارف وين الحقيقية، بس انه ليش قلت اليمين؟ لانه حسيت محمصة زيادة، ولا محمصة زيادة بتكون يعني هي الحقيقية والتانية مش محمصة. طيب عنا هذول كمان النجتس، اتوقع اللي على اليمين حقيقي، اللي على اليمين حقيقي، اللي على اليمين حقيقيه، اللي على اليمين حقيقيه، اللي على اليمين، اللي على اليمين، يا رب يا رب اجابه صحيحه. والله يا جماعه اني ما شفت الفيديو قبل ولا بعرف شيء، عم بجاوب هيك وبطلع اجابه صحيحه، يا سلام يا سلام. اخي دائما اذا انتم ما عرفتوا الجواب قولوا اي شيء، يمين يسار فوق تحت، حيطلع الاجابه صحيحه. نفس الشيء بالامتحانات يا جماعه، لو ما عرفتوا تجاوبوا اكتبوا اي شيء، ما تتركوا السؤال فاضي. نعم طيب مبين اللي على اليسار، اللي على اليسار لانه اللي عم تلمع، اللي عم تلمع اللي على اليسار مبينه يا اخي، مبينه والله مبينه والله مبينه.
لانه عم تلمع على الضوء، ودائما العلبة على الضوء بتلمع، والتانية رسمة، فالرسمة ما رح تلمع، صح ولا لا؟ ولا ما دخل؟ لا، الاثنين علبة حقيقية، بس الرسمة باللي حاطينه جوا العلبة. ايوه، بس سبحان الله، اجابتي صحيحة، اجابتي صحيحة. طيب عنا هون الكذب. وين الكذب؟ الكذب هي اللي على اليسار يا جماعة. لا، الكذب هي اللي بالوسط. لا، الكذب هي لحظة. وين الكذب؟ اللي على اليمين. اليمين ما عم تتحرك يا جماعة، هي الكذب، والاثنين حقيقيين. ايوه، شوفوا كيف عملوها، رسموا. ايوه، يا سلام، والله انه في ناس فاضيين، يعني هم صراحة ناس فاضيين. شوفوا جايبين علبة ورسموا جواتها. طيب ركزوا هون، في واحدة منهم حقيقية، اوكي، اللي فوق ولا اللي تحت؟ هاي رقم واحد. طيب وين رقم اثنين؟ هاي رقم اثنين. طيب اي واحدة منهم الحقيقية يا جماعة؟ الواحد ولا اثنين؟ لحظة خلنا نشوف كمان مرة. الواحد. طيب والاثنين؟ شوف الاثنين. لا، انا بقول ان الاثنين هي الاجابة الصحيحة. واحد مبين يا جماعة، الواحد طلعوا مبين رسمة، حاسس انا، اما الاثنين حاسسها مش رسمة، صح يا جماعة؟ صح، الاثنين. انا بقول رقم اثنين. صح، رقم واحد رسمة. شوفوا، والله فنانين، والله جد فنانين. كيف رسموها هيك؟ يا سلام، you were wrong، يعني انت كنت غلط. لا، انا كنت صح. يا سلام، والله صحتين يا جماعة، صحتين. شي جميل. عنا هاي السندويشة، انا اتوقع يا جماعة انه اللي على اليسار هي الحقيقية. انا هيك حاسس، اللي على اليسار. لا، اللي على اليمين. شكرا مونتي، اجابة خاطئة يا مونتي. شكرا مونتي، لازم تركز زيادة. طيب. شوفوا كيف رسموها. حاطين كرتونة طبعوها. لا، مش طبعة، رسمة. والله فن يا اخي، والله كيف. شوفوا، انت بس شوفوا. انا اللي خلاني اختارها الصوص اللي طالع من التشيكن، ما شاء الله طالع رهيبة صراحة يعني. طيب، في واحدة منهم مزيفة، بدنا نعرف المزيفة. هم في كتير، كيف بدنا نعرفهم؟ لحظة. هاي حقيقية. كمل شغل، رح نعرفها. كمل. أيوة. وين الكذب؟ وين الرسمة؟ هاي الرسمة؟ لا، هاي حقيقية. شو هذا؟ هاي المزيفة، مش رسمينها، حاطين بس شوكولاتة ولا مش عارف جوا هذا اللي حط. طيب، كورن فليكس. يلا، هذا كورن فليكس يا جماعة ولا لا؟ بس مبين، يعني صراحة مبين انه على اليمين هو الحقيقي. مبين. انا اجاباتي فنانة. وانتو كمان اكتبوا لي بالتعليقات كيف كانت اجاباتكم. وبس، والله هذا كان فيديو اليوم. ابتسموا دايما يا جماعة، ابتسموا دايما، خليكم مبسوطين وفرحين، ونراكم بالفيديوهات القادمة ان شاء الله. سلام.